الخدمات الأساسية اللي في الهيئة الملكية هو التواصل مع المجتمع، وليس نتعامل مع المجتمع من خلال المكاتب. نوصل للمجتمع في الأماكن العامة وإيصال رسائل توعوية لهم مفيدة لهم ولأسرهم وأطفالهم. معرض صحة البيئة لسلامة الأغذية هو أحد المبادرات التي تقوم بها الهيئة الملكية، والهدف منه هو رفع درجة الوعي بين مجتمع مدينة ينبع الصناعية بمختلف شرائحه، بحيث أننا نستطيع أن نصل لهم في الأماكن التي يتواجدون فيها مثل هذا المكان، ونوعيهم ونثقفهم ونعلي عندهم يعني الاهتمام بثقافة سلامة الأغذية، حيث أن الكثير منهم يعلم عنها لكنهم لا يبحثون عن المعلومة أو لا تعتبر يعني في سلم أولوياتهم. هدف هذا المعرض هو إعلاء هذه القيمة وإبلاغهم بأن سلامة الأغذية هي عبارة عن ثقافة، هي تنعكس على صحة الفرد ومن ثم المجتمع. كذلك نستهدف أخواتنا وأمهاتنا ممن يمارسون البيع من داخل منازلهم، بحيث نصل إليهم وندربهم على قواعد الأساسية لسلامة الأغذية. وهذا هو الهدف الذي دأبت فيه الهيئة الملكية خلال الثلاث سنوات السابقة، بحيث أن هذا المعرض هو النسخة الثانية.